نعيش منذ سنتين مع رئيسة تسير بطريقة انفرادية وبطريقة عشوائية، وتعاوننا معها في البداية على أساس أن تستقيم، ولكن لحد الساعة الأمور لن تزيد قيد أنملة، بحيث أننا تنتحامل معها كإدارة مراسلات على أن تستجيب لطلباتنا، وهي تتعلق بنقط إدراج نقط في جدول الأعمال لا تستجيب لها، وهذه النقاط تهم الساكنة. كذلك طالبنا بدورة استثنائية ودرجنا فيها واحد مجموعة ديال النقاط تهم الساكنة لا تستجيب. بعد ذلك اشتكينا منها للسلطات المعنية، وأعني بذلك عمالة الدار البيضاء وولاية الدار البيضاء ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، وكل هذه الجهات لحد الساعة لم يجيبونا عن مراسلاتنا. تنقول دائما تنطلبوا يجاوبونا على المراسلات ديالنا، واش هذيك المراسلات قانونية ولا لا؟ حنا تنطلبوا فقط تطبيق القانون. هناك مخالفات، هناك مخالفات جد خطيرة، هناك اختلاسات، أقولها بمعنى الكلمة اختلاسات، ولحد الساعة لا تسجل اختلاسات أموال، وضعت يدها على أموال الجماعة ولا يمكن أن نقبل ذلك، وعندنا الدليل على ذلك. إذا يجب على السلطات المعنية، يعني ما دام أننا راسلنا المجلس الجهوي للحسابات والمجلس على الحسابات، فله هو حق التدخل وأن يجيبنا هل هناك اختلاس أم لا. ننتظر لحد الساعة الجواب، فليس هناك جواب لحد الساعة. احنا مجموعة ديال الأعضاء، ربما يفوت الأغلبية، ربما الأغلبية الآن هي ضدها، ليست لها أغلبية، ولا يمكن أن تسير بهذه الطريقة، طريقة عشوائية، ليست لها تجربة في التسيير وليست لها تجربة فيما تقوم به، ومع ذلك تخرق القانون. لا، ليست هناك معارضة، نحن أغلبية، كنا في الأغلبية، نعم معها ونساندها منذ سنتين، ولكن الآن خرجنا لأنها لم تستجيب لطلبات أعضاء. ما دام أننا دورنا هو مصلحة المواطن، فلما نضع نقط نطلب نقط إدراج نقط جدول الأعمال يجب أن تستجيب لها، وإلا أن تعطي الدليل لماذا لا تستجيب.